كم حضرتك في النقطة دي، لأنها جزئية مهمة. بس احنا معانا الكابتن عادل شكوكة. يا كابتن عادل مساء الخير. كابتن عادل. استاذ احمد السلام عليكم وتحياتي لاسره البرنامج وكل سنه وانتم طيبين، وبنعزي شهدائنا وشهداء مصر الابرار اللي احنا عايشين على حسهم وعلى دمهم حتى قيام الساعه. وطبعا برحب بالكابتن عاطف عبد العزيز. كابتن عاطف كان من ضمن المجلس الحالي وكان في شويه حاجات كده اهوت، وهو كان رفض يتكلم. فانا بقول له كابتن انت لاعب ونادي الاسماعيلي، وان اسم اسماعيلي ساحر يعني ساهم كتير جدا ان حضرتك تبقى معروف لجماهير الكره الاسماعيليه وجماهير مصر، ويزيد على كده ان حضرتك واحد من البلد، ما انتش يعني واحد جيت اتكلمت من هنا ومن هنا ومن هنا، فانت مسؤولين حضرتك مسؤوليه كامله مع الجمهور. البيان اللي نزل من مجلس الاداره والطريقه اللي اتكلموا بيها مع الجمهور، بدل ما ينزل بيان يقول لك يعني ان احنا متعاطفين مع كلامكم وان فعلا احنا عندنا اخطاء والفتره اللي عدت كانت بنمر بظروف صعبه لا طلع بيقول لك تابعنا. تابع يعني ايه تابعنا؟ يعني تابعنا ومين حضرتك متابع نادي الاسماعيلي؟ بس النادي بقاله 3 سنين ما عادش في النادي. على غرار سياده المستشار مرتضى منصور، الراجل موجود 24 ساعه، راجل صرف فوق 150 مليون، رجع مجد فرقته، رجع مجد نادي الزمالك، رجع هيبه نادي الزمالك. طب كابتن عادل خليني اسالك عشان بس نستفيد بالوقت مع حضرتك. اتفضل. هستاذنك بس توقف التلفزيون وتسمعني من التليفون. في وقفه بكره هتتم ولا لا، ولا اتاجلت علشان لقاء المحافظ حضرتك قلت لي عليه، وايه مطالبها؟ استاذ احمد بعد الاجواء اللي بيمر بها النادي الاسماعيلي والفتره الاخرانيه واللي حصل ماتش الزمالك واللي حصل النهارده وعدم اذاعه المباراه وضياع هيبه نادي الاسماعيلي، وما عندناش بني ادم يعني مسؤوليه كامله عن كيان وتاريخ واسم نادي الاسماعيلي، ان هو بيتحمل ان استقرار الكوره في اسماعيليه من استقرار محافظ اسماعيليه من استقرار شباب اسماعيليه الكل على حده. الوقفه تمت يا استاذ احمد لان كان قبل كده كان لينا اتصال مع سياده المحافظ وكنت كلمته، وبعدين اسمع حضرتك يا فندم طالبين من حضرتك ان حضرتك تكون موجودين في نادي الفيروز، حضور قدامى لاعبين واعضاء جمعيه عموميه نادي الاسماعيلي. احنا كجمهور شايفين ان في اخطاء، كان طبعا وقته كان مضغوط، ارجعنا الميعاد. المشكله كما يشاع لا مش كده استاذ احمد ان الجمهور نزل عشان ماتش الزمالك، لا لا لا، الجمهور نزل عشان ثلاث سنين، مش عشان ماتش الزمالك. 3 سنين احنا اتغلبنا كوره استاذ احمد. الكابتن عاطف ياكد لحضرتك الكلام دوت. عندك لعيبه نزلت الملعب اتخطفت واتخطت من اسم نادي الزمالك على قرار ما كان جمهور الاسماعيلي يبقى بينافس على الدوري، وكان هزيمتنا للاهلي والزمالك هو احتفالنا بالدوري وعوده الامجاد. كابتن عادل عايز اقول لحضرتك استاذ احمد، انا عندي كلام كتير وعارف ان حضرتك وقتك مضغوط. لا ممكن بس اسمعني، هقول لحضرتك جمله واحده، الكلام الكتير حضرتك بتقوله ده حضرتك لازم تيجي تشرفنا ونتكلم فيه، ولكن انا عشان الوقت وعشان لسه عندي موضوعات كتير قوي، بكره هتعملوا ايه وايه المطالب تحديدا، وهل في لقاء مع سياده المحافظ ولا اتلغى؟ شوف يا استاذ احمد، بكره في وقفه في نفس الميعاد حسب اتفاقنا اخر مره، هيبقى الساعه 10 امام الفندق. حضرتك شفت وقفه حضريه، وقفه باحترام ضد اهانه الرموز، ضد الاساءه لاي شخص. قلنا نتكلم في القانون، قلنا نتكلم من خلال اعضاء الجمعيه العموميه، قلنا نتكلم من خلال المحافظ الجهه التنفيذيه للبلد، قلنا نتكلم من خلال الشباب والرياضه الجهه الاداريه المنوطه بالبلد، قلنا نتكلم من خلال رجال اعمال ومجلس حكم يكون موجود في حضور المحافظ. احنا ما بنقترحش اسماء، الكره في ملعب المحافظ. باستقرار حضرتك باكد لك مره ثانيه ان هو استقرار نادي الاسماعيلي. حط ايدك في ايدينا، الحمد لله كسبنا وسائل الاعلام وكسبنا المواقع كلها باحترامنا، ان احنا نزلنا وصلنا رساله بالتعاون مع الامن اللي كان على فكر ووعي عالي جدا يا استاذ احمد بقياده ايمن بيه وهبه ورؤوف شاهين، في وعي، ناس عايشين في اسماعيليه فاهمين يعني ايه جمهور نادي الاسماعيلي. كان في اتفاق وكان في حاجه جميله كده ان احنا سلكنا الطريق اللي هو اللي يصلح ان احنا نتظاهر فيه امام الفندق بعيد عن اعاقه حرس المرور، وبعيد 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 عشان ما نخشش في شق تاني. احنا بنعبر عن صوتنا بحريه يا استاذ احمد، الجمهور دايما على حق. في سؤال بقى عشان انا بقوله بوجهه لبعض الناس اللي بتاكل عيش جوه نادي الاسماعيلي اللي بيقول لك دول قبضوا، لا طب احنا قبضنا، انتوا اوعدتوا بتعديل المسار، فين تعديل المسار؟
النهارده صعب كل اسماعيلي بينافس وانا اطلع اهاجم نادي الاسماعيلي. استاذ احمد اسماعيلي بيمر بمنعطف خطير جدا جدا جدا، مش هنستنى لما نتفرج على فرقتنا في الدرجه الثانيه. عندنا جيل ثمانينات الله يرحمه، كابتن حازم، كابتن حماده، كابتن محمود حسن، عندنا الجيل بتاع الكابتن عاطف والكابتن حمزه وكابتن ناصر عزت والعجوز وكابتن خالد القماش، عندنا جيل فكر الصغير واحد كابتن عادل ومحمد يونس، كابتن عادل الناس كلها عارفه نادي الاسماعيلي. طيب الناس كلها عارفه تاريخ نادي الاسماعيلي. السؤال كمان ارجوك، فشل الجمعيات العموميه الفترات اللي فاتت وليه ما بنقدرش يكون في جمعيه عموميه تحقق مطالب الناس فعلا؟ يعني انتوا ليه مفرقين؟ هكمل بس نقطه، برافو ليه مفرقين؟ برافو لحضرتك يا استاذ احمد. انا كنت على فكره كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيها، دي نقطه مهمه جدا ودي برضو من اساسيات الانهيار. ليه بتقول في جمهور الاسماعيلي في جمعيه عموميه؟ لا لا لا، ان كل جمهور الاسماعيلي كل مجالس الادارات لما بتيجي يا استاذ احمد كله بيعمل تكتلات، اللي عاوز يعمل 1000 صوت و2000 صوت و3000 صوت. انت لو حسن النيه واهل الثقه مش هتجري ولا انك تعمل عضويات، لانك لو نجحت نادي الاسماعيلي نجحت اسماعيليه، نجحت جمهور الاسماعيلي، فبالتالي احنا مش هنعترض على فتح ولايه اخرى طالما الاسماعيلي في المحك الطبيعي والمكان الطبيعي. تمام. طيب رؤيتكم الفتره اللي جايه ممكن ايه اللي يحصل او شايفين الموضوع ممكن يمشي ازاي؟ لابد يا استاذ احمد ان الفئات المعنيه والمسؤوله عن جمهور الاسماعيلي وعن البلد ان هي تلتف حوالين الجمهور تستمع لارائهم. مهم جدا في الفتره الحاليه ان احنا بنمر بيها. حضرتك النهارده ما فيش مدن الكلام غير النادي الاسماعيلي، نادي المصري كتر خيرهم 35 مليون جنيه وبيهبطوا. انا عندي مشاكل، انت المجموعه اللي حضرتك جبتها من ال 14 لعيب من السنه اللي فاتت مش هم دول، احنا بنشكرهم على فكره يا زحمه، رغم ان الناس دي اتهزمت ماتش الزمالك واتهزمت ماتش الحرس، بنشكركم لان انتوا لعبتوا في حدود امكانياتكم مش في حدود امكانيات او اسم نادي الاسماعيلي، فانتم مش مسؤولين. المسؤولين عنكم الناس اللي استقطبتكم ودخلتكم ولبست لكم تيشيرت الاسماعيلي، تيشيرت الاسماعيلي بطل افريقيا، تيشيرت الاسماعيلي بطل الدوري، تيشيرت الاسماعيلي بطل الكاس، تيشيرت الاسماعيلي اللي على مر الاجيال في منتخب مصر من الناشئين للشباب للاولمبي للفريق الاول لازم اسم الاسماعيلي يكون موجود اساسي. بشكرك يا كابتن عادل شكوكو، بشكر حضرتك جدا وهنتابع معاكم اللي هيحصل بكره يوم الثلاث، وان شاء الله تكون موجود معانا في حلقه قريب نتكلم اكتر عن كل طلباتكم. شكرا لحضرتك.